واسعة أين عطاياك الفاضلة؟ أين مواهبك الهنيئة؟ أين صنائعك السنية؟ أين فضلك العظيم؟ أين منك الجسيم؟ أين إحسانك القديم؟ أين كرمك يا كريم؟ به وبمحمد وآل محمد فاستنقذني وبرحمتك فخلصني يا محسن يا مجمل يا منعم يا مفضل لست أتكل في النجاة من عقابك على أعمالنا بل بفضلك علينا لأنك أهل التقوى وأهل المغفرة تبدو بالإحسان نعما وتعفو عن الذنب كرما فما ندري ما نشكر أجميل ما تنشر أم قبيح ما تستر أم عظيم ما أبليت وأوليت أم كثير ما منه نجيت وعافيت يا حبيب يا حبيب يا حبيب من تحبب إليك ويا قرة عين من لاذ بك وانقطع إليك أنت المحسن ونحن المسيئون فتجاوز يا رب عن قبيح ما عندنا بجميل ما عندك وأي جهل يا رب لا يسعه جودك أو أي زمان أطول من أناتك وما قدر أعمالنا في جنب نعمك لا ارحمنا واغفر لنا يا الله يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إني كلما قلت قد تهيأت وتعبدت وقمت للصلاة بين يديك وناجيتك ألقيت علي نعاسا إذا أنا صليت وسلبتني مناجاتك إذا أنا ناجيت ما لي كلما قلت قد صلحت سريرتي وقرب من مجالس التوابين مجلسي عرضت لي بلية أزالت قدمي وحالت بيني وبين خدمتك سيدي لعلك عن بابك اضطرتني وعن خدمتك نحيتني أو لعلك رأيتني مستخفا بحقك فأقصيتني أو لعلك رأيتني معرضا عنك فقليتني أو لعلك وجدتني في مقام الكاذبين فرفضتني
أو لعلك رأيتني غير شاكر لنعمائك فحرمتني، أو لعلك فقدتني من مجالس العلماء فخذلتني، أو لعلك رأيتني في الغافلين فمن رحمتك آيستني، أو لعلك رأيتني آلف مجالس البطالين فبيني وبينهم خليتني، أو لعلك لم تحب أن تسمع دعائي فبعدتني، أو لعلك بجرمي وجريرتي كافيتني، أو لعلك بقلة حيائي منك جازيتني، فإن عفوت يا رب فطالما عفوت عن المذنبين قبلي، لأن كرمك أي ربي يجل عن مكافأة المقصرين، وأنا عائد بفضلك هارب منك متنجز ما وعدت من الصف عمن أحسن بك ظنا. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي لو قرنتني بالأصفاد ومنعتني سيبك من بين الأشهاد ودللت على فضائحي عيون العباد وأمرت بي إلى النار وحلت بيني وبين الأبرار ما قطعت رجائي منك وما صرفت تأميلي للعفو عنك ولا خرج حبك من قلبي، أنا لا أنسى أياديك عندي وسترك علي في دار الدنيا. سيدي أخرج حب الدنيا من قلبي واجمع بيني وبين المصطفى وآله خيارتك من خلقك وخاتم النبيين محمد. صلى الله عليه وآله. وانقلني وانقلني إلى درجة التوبة إليك، وأعني بالبكاء على نفسي فقد أفنيت بالتسويف والآمال عمري وقد نزلت منزلة الآيسين من خيري، فمن يكون أسوأ حالا مني إن أنا نقلت على مثل حالي إلى قبر لم أمهده لرقدتي،
ولم أفرجه بالعمل الصالح لضجعتي ومالي لا أبكي ولا أدري لا ما يكون مصيري وأرى نفسي تخادعني وأيامي تقاتلني وقد خفقت عند رأسي أجنحة الموت فما لي لا أبكي أبكي لخروج نفسي أبكي لظلمة قبري أبكي لضيق لحدي أبكي لسؤال منكر ونكير إياه أبكي لخروجي من قبري عريانا ذليلا حاملا ثقلي على ظهري أبكي لخروجي من قبري عريانا ذليلا حاملا ثقلي على ظهري أنظر مرة عن يميني وأخرى عن شمالي إذ الخلائق في شأن غير شأني لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة وذلة سيدي عليك معولي ومعتمدي ورجائي وتوكلي وبرحمتك تعلقي تصيب برحمتك من تشاء وتهدي بكرامتك من تحب فلك الحمد على ما نقيت من الشرك قلبي ولك الحمد على بسط لساني أفبلساني هذا الكال أشكرك أم بغاية جهدي في عملي أرضيك وما قدر لساني يا رب في جنب شكرك وما قدر عملي في جنب نعمك وإحسانك إلهي إن جودك بسط أملي وشكرك قبل عملي سيدي إليك رغبتي وإليك رهبتي وإليك تأميني وقد ساقني إليك أملي وعليك يا واحدي عكفت همتي وفيما عندك انبسطت رغبتي ولك خالص رجائي وخوفي وبك أنست محبتي إلهي وسيدي ومولاي إلهي ارحمني إذا انقطعت حجتي وكل عن جوابك لساني وطاش عند سؤالك إياي لبي فيا عظيم رجائي لا تخيبني إذا اشتدت فاقتي ولا تردني لجهلي ولا تمنعني لقلة صبري أعطني لفقري وارحمني لضعفي سيدي عليك معتمدي ومعولي ورجائي
وتوكلي وبرحمتك تعلقي. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم خصني منك بخاصة ذكرك، ولا تجعل شيئا مما تقرب به في آناء الليل وأطراف النهار رياء ولا سمعة ولا أشرا ولا بطرا، واجعلني لك من الخاشعين. اللهم أعطني السعة في الرزق، والأمن في الوطن، وقرة العين في الأهل والمال والولد، والمقام في نعمك عندي، والصحة في الجسم، والقوة في البدن، والسلامة في الدين. واستعملني بطاعتك وطاعة رسولك محمد صلى الله عليه وآله أبدا ما استعمرتني، واجعلني من أوفر عبادك عندك نصيبا في كل خير أنزلته وتنزله في شهر رمضان في ليلة القدر، وما أنت منزله في كل سنة من رحمة تنشرها وعافية تلبسها وبلية تدفعها وحسنات تتقبلها وسيئات تتجاوز عنها، وارزقني حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام، وارزقني رزقا واسعا من فضلك الواسع، واصرف عني يا سيدي الأسواء، واقض عني الدين والظلامات حتى لا أتأذى بشيء منه، وخذ عني بأسماعي وأبصار أعدائي وحسادي والباغين علي، وانصرني عليهم، وأقر عيني وفرح قلبي، واجعل لي من همي وكربي فرجا ومخرجا، واجعل من أرادني بسوء مع من جميع خلقك تحت قدمي، واكفني شر الشيطان وشر السلطان والسيئات عملي، وطهرني من الذنوب كلها، وأجرني من النار بعفوك، وأدخلني الجنة برحمتك، وزوجني من الحور العين بفضلك، وألحقني بأوليائك الصالحين محمد وآله الأبرار الطيبين الطاهرين. الله أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان، أو يطلع الفجر من ليلتي هذه، ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن، وافترضت على عبادك فيه الصيام، صل على محمد وآل محمد، وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام، واغفر لي تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا علام. إلهي وقف السائلون ببابك، ولا ذا الفقراء بجنابك، ووقفت سفينة المساكين على ساحل بحر جودك وكرمك،
يرجون الجواز إلى ساحة رحمتك ونعمتك. إلهي إن كنت لا ترحم في هذا الشهر الشريف إلا لمن أخلص أهلك في صيامه وقيامه، فمن للمذنب المقصر إذا غرق في بحر ذنوبه وآثامه؟ إلهي إن كنت لا ترحم إلا المطيعين، فمن للعاصي؟ وإن كنت لا تقبل إلا من العاملين، فمن للمقصرين؟ إلهي ربح الصائمون وفاز القائمون ونجى المخلصون ونحن عبيدك المذنبون، فارحمنا برحمتك وأعتقنا من النار بعفوك، واغفر لنا ذنوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه برحمتك يا أرحم الراحمين، وامنن علينا برضاه، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك، واجعل به أعمالنا مقبولة وذنوبنا به مغفورة، وأرزاقنا به مبسوطا وحوائجنا به مقضيا وهمومنا به مكفيا، اشف به كل مريض، فك به كل أسير، رد به كل غريب، ضمي حوائجنا، فرج به عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات، واعتق رقابنا من النار، وادخلنا الجنة مع محمد وآله الأطهار، إنك على كل شيء قدير. والفاتحة لأرواح موتاكم، موتى المؤمنين والمؤمنات، لأرواح الشهداء السعداء، لأرواح العلماء وخدمة أهل البيت، لروح الوالد المرحوم ملا محمد علي الناصري وابنه جعفر الناصر. الفاتحة مع الصلوات. الله